لو كنت ابن عثمان المغازل صحيح وجواه مصحصح وماسك بعضه كنت قتلته. لما بتتفرج عليه في ادواره بتنسى انه ممثل، لانه عنده قدرة ان يلبس الشخصية ويغوص في اعمقها بصورة يجبرك على انك تنسى اسمه مؤقتا وتعيش مع الشخصية اللي هو بيجسدها. مش هو برضو الممثل اللي خلاك ما تشوفش احمد رامي شاعر الشباب غير في ملامحه هو؟ واسمها ام كلثوم ابراهيم، عينيها يا صفية لما تبص فيها تلاقي فيها ذكاء غريب، ولما تغني ولا منيرة المهدية في زمنها، ولما تمشي ولا عصفورة بتصيح. وهو نفس الممثل اللي كل ما تيجي سيرة علي مبارك إلا ونلاقي ملامحه هي اللي بتشكل صورة رائد التنوير. وهو هو نفس الممثل اللي لو ذكر اسم قاسم أمين بنلاقي ملامحه هي اللي بتشكل صورة محرر المرأة، لأن هو الممثل الصادق في أدواره. معانا ومعاكم الفنان كمال أبو ريا. أنا مش قادر أقول لكم قد إيه أنا بحبكم، وقد إيه بتمنى إن أيامكم اللي جاية تكون أفضل من الأيام اللي عاشتها جدتكم. اسمه الحقيقي عبد الرحيم كمال، من مواليد دمياط 1962، تخرج في معهد الفنون المسرحية سنة 1985، ومن بعدها بدأت انطلاقته في عالم الفن. جسد عشرات الأدوار المتميزة سواء في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون. مهما حصل ومهما كان أنت لسه سيد عثمان المغازي. فنان كمال أبو ريا فنان ما خدش حقه في النجومية اللي يستحقها، وده بسبب انه لا يجيد الترك على ابواب المنتجين والمخرجين، او بمعنى اصح ان كرامته واعتزازه بنفسه هو اللي بيمنعه انه يعمل كده. بل نطمع في ان نرى بين ابناء وطننا طائفة تطلب العلم حبا للحقيقة شوقا الى اكتشاف ملمح اساسي في شخصية الفنان كمال ابو ريا انه بيدين جدا لاصحاب الفضل، ودايما بيكون حافظ للجميل، واللي بيأكد كده علاقته مع مدرسه في المرحلة الابتدائية مدرس الرسم الأستاذ بشير الصرفي. الأستاذ بشير الصرفي هو اللي اكتشف موهبته في الرسم في المرحلة الابتدائية، وهو اللي تبناه بالرعاية. واعترافا بهذا الفضل من تلميذ لمدرسه ظل مرتبط بيه حتى بعد نهاية المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وده بيؤكد قد إيه إن الفنان كمال أبو ريا لما بيرتبط بأحد بيظل وفيا لهذا الارتباط لأقصى مدى. مش عاوز كنت تطلبوا مني حاجة، ما تكتفونيش وما تقولوليش أعمل حاجة، لأن أنا مش عارف أعمل حاجة وأنتوا عارفين كده كويس. لا يا سيد، انا قلت لك مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني. وكان من احلام فناننا انه يلتحق بكلية الفنون الجميلة لكي يواصل رحلته مع الرسم، لكن للأسف مجموعه في الثانوية العامة لم يساعده على التحاق بكلية الفنون الجميلة، فلجأ لمدرسه يستشيره اعمل ايه يا استاذ بشير، فاقترح عليه انه يدخل معهد الفنون المسرحية، وفعلا لانه يثق في رأي استاذه التحق بمعهد الفنون المسرحية عشان يصبح فيما بعد هو الفنان كمال ابو ريا. واللي بيأكد ارتباطه بمدرسه ووفاءه لهذه العلاقة انه لما حتى راح يخطب الفنانة ماجدة زكي كان الاستاذ بشير الصرفي معاه وهو بيخطبها. لكن ايه اللي نزف؟ قلبي هو اللي نزف. الفنان كمال أبو ريا بيحترم جمهوره جدا وبيعتبره هو البوصلة اللي بتحدد نجاح أو فشل أي فنان، علشان كده ومن أجل جمهوره رفض أدوار كتير حس إنها مش هتعجب هذا الجمهور. واللي بيأكد كده كمان إن لما أحمد ابنه دخل مجال التمثيل وطلب نصيحته قال له لو أنت عندك الموهبة والجمهور تقبلك كمل في مشوارك يا أحمد. ده أنت لسه قدامك العمر. كل واحد عنده اللي وراه واللي قدامه، لكن انا خلاص مفيش حاجه قدامي، انا كل حاجه بقت ورايا، كله بقى ورايا. نام كمال ابو ريا لو تاملنا حياته العاديه هنلاقيه انسان بيميل للحياه الهادئه، ملوش علاقات اجتماعيه قويه،
أصدقائه محدودين جدا، لأن لما بيختار صديق له بيكون هو فعلا صديقه العمر، زي ما كانت علاقته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي ودلوقتي الفنان عماد رشاد. حتى لما اتجوز الفنانة ماجدة زكي بعد قصة حب كبيرة في معهد الفنون المسرحية، كانت الناس بتحسدهم على طول فترة جوازهم اللي استمرت أكتر من 20 سنة، وده بيؤكد انه لما بيدخل في علاقة بيظل وفي لهذه العلاقة لأطول فترة ممكنة. وده حصل لان زي ما قال الفنان كمال ابو ريا، ان جه عليه وقت حس ان الفنانة ماجدة زكي مش هي الشخصية اللي تزوجها، وان هي تغيرت بشكل يصعب انه يتأقلم معه، وده شيء طبيعي لان شخصية الفنان كمال ابو ريا هي شخصية لا تتأقلم بسرعة مع الناس، حتى الاشخاص اللي هو يعرفهم لو حصل لهم تغيير بيصعب عليه انه يتأقلم معاهم مرة تانية، وبالتالي بيكون الانفصال او البعد هو الحل بينهم. من الاخر يعني كل طلباتها علي هي تقول بس عاوزة تشتري ايه ومنين، وانا اخد الرجال ونروح نسرقهولها، قصدي نشتريهولها يعني. الفنان كمال ابو ريا، هذا الفنان الذي يحمل عنوان الصدق، وهو ايضا الذي يعشقه جمهوره عشق من نوع خاص. واذا كان الفنان كمال ابو ريا فشل في انه يلتحق بكلية الفنون الجميلة بسبب مجموعه في الثانوية العامة، الا انه ما تخلاش عن حبه للرسم وسخره في رسم الشخصيات اللي هو بيجسدها عشان يصبح بحق فنان في رسم الشخصيات. الناحية دي ما تقلقش، أنا شكسبير أشهر كاتب في التاريخ. وأنا الموناليزا صاحبة أشهر لوحة في التاريخ. أتحدث إليكم من قناة نجوم الغلف. أعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف، ولأني أنا الموناليزا أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف. لن تحتاجوا إلى طائرة ولا إلى قطار أو حتى توك توك، فقط اضغطوا على البيو. في لحظة واحدة ستجدون أنفسكم معنا في قناة نجوم الغلف، وانتظرونا دائما مع فيديوهات جديدة على قناة نجوم الغلف على اليوتيوب. قناة نجوم الغلف على اليوتيوب، قناة فنية، قناة ترفيهية، كل شيء عن النجوم والنجمات، قصص وحكايات، حقائق ومعلومات من مصادر موثوق فيها. تأكدوا أنكم في قناة تحترم عقولكم. أهلا بكم، صداقتكم لنا شرف كبير. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلف. لا تنسى الاشتراك في نجوم الغلف وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.